لا وقف شوي. فقررت أني أمحي فكرة أنه ذوي الإعاقة. كانت دائماً تقول لي حافظي على اللمسات الأخيرة اللي هي بتعطي الجمالية لهذا الموضوع. لا أريد أن أكون عائقاً على أحد، هاي دائماً رمزي في كل إشي يعني. شكراً لوجودكم معي. بلشت قصتي من شلل بالأطراف السفلية بسبب فتحة بالظهر بسبب لإعاقة حركية، والحمد لله رب العالمين هذا أكبر دافع إلي كان عشان أكمل حياتي، والحمد لله. وأنا هالة القادري، تعالوا شوفوا قصتي. بدايتي المراحل الدراسية كانت مدرسة قريبة على بيتي من التمهيدي للصف العاشر. بداية كان عندي عرباي زي هاي عادية، كان يوصلني إخواني وأهلي، مرات أمي وأبوي، مرات صحباتي، يعني كان يتفرق الأيام، وكان مرات مواصلات يعني بكم وهيك. فمرحلة الدراسية كانت سهلة نوعا ما في هاي المدرسة يعني. بداية المرحلة الثانية كانت بالمدرسة اللي أبعد عن بيتي. واجهت معاناة بأنه المواصلات أولا، ما في عندنا سيارة. ثانيا احتجت لناس أنه ينزلوني ويطلعوني من السيارة. صحباتي طبعا ما قصروا، والمعلمات والأهل كمان كانوا معي خطوة بخطوة. كمان المدرسة المبنى نفسه كان يعني نوعا ما مش مهيأ لألي، لكن يعني حاولت أني قدر الإمكان أعدي هاي المرحلة. كمان غير أنه الوضع المادي، كمان الدروس الخصوصية وغيره، يعني حاولت أني قدر الإمكان أني أبذل طاقتي في الدراسة، لكن للأسف ما حالفني الحظ. بعد المرحلة الدراسية يمكن بسنة، أنا كان عندي هواية من وأنا صغيرة يعني أحب شغل الصوف. دعمتني أول إشي خالتي، بعديها حاولت أني في ناس صاروا يحكوا لي أنه اليوتيوب بيساعد اللي زي وضعي أنه يتطور في المهارات. بعديها صرت أنا يعني الواحد بس يحب الشغلة بصير يخترع هو شغلات، هذا الشكل ضابط هذا الشكل مش ضابط. أكيد أمي كمان كانت تدعمني كثير بهاي الشغلة، كانت دائما تقول لي حافظي على اللمسات الأخيرة اللي هي بتعطي الجمالية لهذا الموضوع. والحمد لله يعني أنا لحد الآن راضي عن شغلي، بس بحاول أني قدر الإمكان أني أبني مشروعي الخاص واللي هو أني أفتح محل، إن شاء الله يتحقق. بحب أوجه رسالة لأهلي طبعاً، كلمة شكراً ما بتوافيهم حقهم. هم دعموني من البداية، كانوا دائماً مصدر أمل إلي. لا وقف شوي. طبعاً يعني هم دعموني من نقطة الصفر طبعاً. طبعاً يعني لولا دعاويهم والحوافز اللي بعطوني إياها كان أنا يمكن ضليت بنفس محلي. وشكراً لوجودكم معي. لا أريد أن أكون عائقاً على أحد، هاي دائماً رمزي في كل إشي يعني. لأنه شعور أنك أو أنك تعتاز حدا هذا الإشي بهاي الأيام صعبة. الواحد لازم يعتمد على حاله، لازم يكون له اسمه بالمجتمع، لازم يكون محافظ على أنا اللي بدي أعمل، مش متكل على الناس اللي حواليه.
لما قررت أني أعتمد على نفسي إجتني الفكرة من لما خلصت الدراسة، شفت أنه صعوبة في مثلاً، خلينا نحكي أنه حياتي مش زي أي حياة شخص ثاني يعني، فقررت أني أمحي فكرة أنه ذوي الإعاقة ما لازم يطلعوا، ما لازم يحكوا، ما لازم يكونوا زي أي شخص عادي. بالعكس، كل واحد فينا قدرات خاصة الله أعطانا إياها ولازم نستغلها. لما قررت أطلع على العالم الخارجي، المسج اللي كنت بدي أوصله أنه إحنا بنقدر، ومش أنه بنت أو شخص من ذوي الإعاقة أنه لازم خلص يظل عايش في قوقعة له خاصة أو بس في بيته ومجتمعه مقتصر على هاي الاشي. لا، لازم يعيش وبنفس الوقت بحدود، يحقق طموحاته كمان. لازم شعاري بالحياة كن مع الله ولا تبالي، وبالإرادة تتحقق المعجزات.